هون برج الحوت، شكلك زعلان يا برج الحوت و جالس مع نفسك وبتعيد في الماضي والحاضر وفي كل الأحداث اللي صارت في العلاقة أو في العمل. أو أنت شخص مثلا أنت حامل مسؤولية العائلة، أنت رب منزل. خلنا أشوف شو وراك. أنت شايف شخص هو أصغر منك سنا مقدم لك عرض، وأنت يعني قاعد بتقيس إذا كان علاقة، عمالك بتقيس هل يصلح أو لا يصلح. يعني زي أنت بتحسبها على الورقة والدفتر والقلم، مثلا شو الإيجابيات من هاي العلاقة وشو السلبيات في هاي العلاقة، يعني شوي أنت متردد متردد. احتمال أنت شايف في شخص عاجبك وأنت شايفه أصغر منك سنا ومتردد إنك أنت مثلا تصارحه، بس أنا شايفه هو مصارحك أو عارض عليك عمل. احتمال أنت معروض عليك عمل حس إنه هو مثلا مش كسنك. الشخص هذا شخص شكله عنيدي وشخص شوي هيك بحب العمل، عملي جدا، وشكله شخص حرفي ومحترم. الشخص ده محترم على فكرة. طب خلينا نشوف. حاليا الشخص هذا بمر في انفصال، انفصال من علاقة، انفصال من عمل، احتمال انفصال عن طريق المحكمة. بمر في شيء هذا الشخص، انفصال عن العمل أو انفصال عن شخص هو مرتبط فيه كزواج وانفصل عنه عن طريق المحكمة. الشخص هذا حاليا أصبح حر نفسه وتباعد عن علاقة كانت بالنسبة له مرهقة، واحتمال إنه تباعد والشخص هذا عرض عليك عرض مثلا كزواج أو حب أو عمل. طب الشخص هذا حاسس إنه أنت مشاعر من ناحيتك، هو حاسس إنك أنت في برجك، برج الحوت، غامض غامض جدا، وحاسس إنك أنت خدعت قبل هالمرة وأنت مش رح تقبل عرضه. أنت شخص ناضج، حاسس إنك ناضج ومارق في علاقات يأستك من جميع العلاقات الأخرى. شايفك شخص جاهز دائما، عندك جهوزية لكل شيء، يعني أنت جاهز لكل صدمات الحياة وجاهز، يعني حتى إذا شخص حاول يخدعك أنت جاهز تواجهه. وكمان هذا الشخص شايفك أنت شخص روحاني جدا وشخص عظيم. احتمال أنت شخص غامض، مش عارف هو شايفك مخادع ولا كيف، مش كيف، بس لا انا شايفه هو شاعر انك انت مريت في خداعات كتير لكن انت حاططها جواتك، يعني انت مغلق عليها في الصندوق الاسود اللي داخلك. مش شايفك انك حقود، لا انت مريت في آلام من جميع الاشخاص وكأنك هاي الآلام خلتك ناضج، ناضج جدا جدا. الشخص هذا انت في عقله الباطني الشخص اللي الغامض الواضح، يعني شايفين كيف الغامض الواضح، واضح بعد الشيء وغامض بعد الشيء. كمان هو شايفك انك شكاك، شكاك وغيور على فكرة، وشايفك انك انت مرقت بعلاقات بس انت يعني ما وضحتلوش إلا الشيء اللي مريت فيه المؤلم اللي آلمك. وشافك إنك أنت شخص مكابر، مكابر جدا رغم دروس الحياة اللي أنت أخدتها، يعني أنت زي شو ما صار فيك لساتك واقف على إجريك. وأنت شخص محبوب وشخص طيب جدا وشخص بسبب طيبتك الناس طعمتك في ظهرك، بس هو شايفك غامض، يعني شايفك أو متباعد أو اختفيت
قطعت العلاقة، انتهت العلاقة وانت تباعدت، احتمال انت متباعد عن هذا الشخص، حاول يراسلك بس انت قطعت معاه، احتمال انك تكون اختفيت عن الساحة كلها، ساحة الحب، ساحة العلاقة، عن الانترنت، انت متباعد، انت مختفي، او مظهر شيء هو مش فاهمه، او حتى لو انك ظاهر بس انت يعني ما واجهتش، انت بتحبش تواجه، انت ما بتحبش تواجه. هو شاف العلاقة هاي صار فيها مشاكل كتير وغدر كتير، الشخص ده شكله أتعبك، احتمال يكون انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن طريق المحكمة، العلاقة شايف فيها انها تكسر فيها كاسات كتير وصار فيها عدم ثقة، مش ثقة، وشايف انه فيها تردد كتير، هاي العلاقة فيها تردد من قبلك ومن قبله، انتوا مترددين، اذا انتوا قاعدين بتكسروا في بعض من ترددكم. ما اشوف انكم انتوا شفتنا صح، اندمجت في القرآن بصراحة. بس انا شايف ان العلاقة فيها زعل، زعل وخسارات وتجريح، شخص الاحتمال انه شايف هو جرحك، خدعك، وهو فعلا هو محتال ومخادع، رومانس، في رومانسية، بيحكوا لك إذا كنت تصدق في شيء، بيحكوا لك إذا كنت تصدق. خلينا نشوف الرومانس، نشوف الشخص. أنا عبالي أحمل له شخصيته يعني. أكيد راح أحلل شخصيته عن طريق رؤيتك له. Reconciliation، في رجوع، شخص من الماضي رجع لك يا برج الحوت. جاب يور طبعا، بيحكوا لك امنح علاقتك فرصة واعمل على شراكتك، يعني بيحكوا لك اعطوه فرصة. شخص ده رجع، انا شايف انه رجع يتواصل معاك، الشخص ده او بحاول يتواصل معاك وانت متباعد مختفي، في شيء للشخص ده انت مش نسيله اياه، انت مش نسيله اياه، انت بتراجع فيه وتحلل وتربط الخيوط في بعض، في شيء انت مش نسيله اياه. العلاقة هاي زي مرة يعني وقت شدة كتير، يعني كان فيها الشدة أكتر من الرخاء، فهون بيحكوا لك انه اذا انت كنت تصدق انه في رومانسيه، او يمكن شخص بده يرجع لك، شخص بده يرجع لك، في شخص بده يرجع لك، سواء هذا الشخص او شخص انت بتنتظره، اللي انت بتنتظره هو راجع، او هو شخص هو راجع هذا الشخص. هون بيحكوا لك في موعد ولقاء شخص جديد، مواعده، في مواعده، في خطة جديدة، في تحديد موعد، في رجوع برج الحوت، في قضية إنه في شخص منكو خاف من الغدر، أو إنه الشخص رجوع، وأعتقد إنه أنت برج الحوت، لأنه هو شايفك إنك أنت مرقت في كتير، في أشياء تكسرت فيك كتير من قبله ومن قبل الآخرين، احتمال أنت بتمر في يعني في محيط كل الناس حواليك مثلا أشرار أو غدارين أو غدروك أو استغلوك. طب العائق اللي في العلاقة هي فيش تفاهم بينكم، انتوا مش فاهمين بعض، أو في كترة طعنات، وفي خوف من زي ما حكولكم انه خوف من الهجر، فيكو شخص بخاف انه يخوض يعمل الاخر، يخوض في العلاقة، فيكو شخص مغدور وتعبان وكأنها كل الدنيا اجتمعت عليه يعني وكسرته،
فيكو شخص طالع من علاقة قبل هالمرة فات بهي العلاقة ومتردد جدا. انت يا برج الحوت متردد من ناحية اي علاقة، انت يعني انت زعلان متباعد عن الشخص، زعلان جدا جدا. هو شايف انه العلاقة فيها مفيش فيها تقدم، انتوا واقفين عند مرحلة في الماضي، يعني شيء حصل فيكوا في الماضي وبسبب هذا الماضي العلاقة واقفة وما بتتحركش ما بتتحركش، فيها زعل وفيها شخص بضل زعلان و احتمال انه في رفض اسري مثلا. انت يا برج الحوت شخص اكبر منه سنا والاهل رافضينك، بشوف الشخص هذا احتمال مرتبط، الشخص هذا احتمال بتاع علاقات، يعني على فكرة بتاع علاقات وهو مخبي هذا الشيء، بس انا شايف انه هو زعلان ومفتقدك هذا الشخص وبفكر كيف يغير لك نظرتك عنه، يغير نظرتك عنه لان انت شايفه سيء جدا، شايف العلاقه سيئه وشايف ان العلاقه هاي ارهقتك واتعبتك، والعلاقه هاي فيش فيها يعني مش قادرين تتجاوزوا عقبه، في عقبه انتم مش قادرين تتجاوزوها، في حكم بالماضي اصدر عليك يا برج الحوت انت مش قادر تتجاوزه، انت مش قادر تتجاوزه. هو شايفك انك انت شخص يعني مشوش عندك احلام كتير، وشخص انت اللي دايما بتهرب، تهرب من العلاقة، تهرب من العلاقة، وهو شايفك انك انت مريت بعلاقات كتير على فكرة الشخص ده، مع انه شايفك انك انت شخص عقلاني وشخص قطعت كتير لتوصل لمرحلة النضوج اللي انت فيه حاليا. احتمال انت انفصل يعني، والشخص هذا مثلا ما كانش في زواج وانت كنت في زواج، الشخص هذا شايف انك انت دايما بتهرب من العلاقات، من الاعجاب، من العروضات، انت دايما بتقطع بتختفي بتتباعد، انت دايما بتتباعد، انت بعيد، انت مش قادر تفهم هذا الشخص، الشخص هذا مش قادر يفهم انت ليش شكاك، انت شكاك على فكرة، او عندك نوع يعني مش شكاك انه عندك شك مرضي، لا انت زي يعني بتأمنش بسهولة انه الشخص هذا لو قال لك بحبك فانت بتضل متونن، لا طب هو ليش بحبني، طب هو شو بده مني، طب هو عندك شكوك يعني ليش، لانك مرقت في الماضي في علاقات اتعبتك، مش شرط علاقات حب، كمان علاقات مع الاشخاص المحيطين فيك، المحيط اللي انت كنت فيه. انت كيف شايف هذا الشخص ونظرتك للعلاقة؟ انت شايف هاي العلاقة ثلاثية، في طرف بيناتكو متزوج على فكرة او مرتبط احتمال، بس لا من العلاقة، انت شايف هاي العلاقة فيها سيطرة، في شخص بيحاول يسيطر على الاخر، انت شايف بالنسبة لك هاي العلاقة خلاص انقطعت، انت شايفها بدها قوة، هاي العلاقة بدها قوة وبدها تحدي، يعني مثلا بدك تتحدى ناس عشان تبقوا مع الشخص هاد. كيف حكيت لك انك انت قاعد بتحسبها على الورقة والقلم شو مساوئ العلاقة وشو ايجابياتها، فانت شايف ان هاي العلاقة بدها تحدي كبير، وانت شايف هذا الشخص مرتبط بأسرته رابطة قوية بينهم، إيه عنده طرف آخر في حياته مهتم بعمله مثلا أكثر منك، إيه انت شايف العلاقة فيش فيها يعني اتفاق بيناتكم، يعني انت شايف ان العلاقة هاي فيها حدود كتير، في يعني بتقطع شوط كبير وحدود كبير، حتى هنا شايف نفس النظرة، يعني انه بدكم تمشوا شوط كبير لحتى تتعدوا الحدود اللي بينكم، في عوائق بينكم، احتمال العائق يكون انت من مدينة وهو من مدينة،
احتمال في اختلافات بيناتكم، اختلافات بجنسية مثلا، اختلافات في العقيدة، لأنه هو شايفك إنك أنت مختلف عنه، احتمال أنت من دينية، من ديانة وهو من ديانة. طب الشخص هذا شو نوعية، شو خطوة الشخص هذا بده يرجع وناوي على استقرار معاك؟ احتمال إذا كنتوا يعني في عمل بيناتكم مشترك، احتمال يعرض عليك عرض، يكون هذا العرض يريحك، طمأنينة إليك شو ما كان العرض. هو بده يطمنك إنه هو شخص مش لعبي، ولا شخص بده يغدرك، ولا شخص بده يخونك. احتمال العلاقة هي واقفة على طرف آخر غيركم أنتو، يعني الأهل، البعد، المسافات، فرق في في فرق، يعني تكون في فروقات. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض يطمنك من خلال هذا العرض انه انت في هاي العلاقة رح تنجح، ويطمنك انه هاي العلاقة انت رح تكون حر فيها، حر قرارك. الشخص هذا ناوي يحقق معك انتصار، الشخص هذا يتواصل معك، بده يرجع، في رجوع بيناتكم، بده يعطيك عرض قوي. هذا الشخص بده يعطيك وعد، وعد، ايوه بالضبط، وعد قاطع انه تعيش يعني مثلا بحرية، بهدوء، تنسى الماضي، يعني نوع من انواع، اذا انت مقيد في شيء بدف يفك هذا القيد ويعطيك الحرية، تنطلق، تنطلق. كما عرض عليك هذا العرض، فهون بقول لك في رجوع وفي مواعدة، لكن في شخص منكم بخاف من الهجر. وهل انت يعني شايف انه مستحيل يكون في بناتكم حب؟ انت اللي شايف مستحيل يكون في بناتكم شيء، وانت شايف ان العلاقة هاي مستحيلة، لان هم بقول لك اذا كنت تصدق يعني، فانت مش مصدق، انت بتحاول تصدق يعني، فانت مش مصدق انه هاي العلاقة رح تكمل، او هاي القصة رح تصعد للارتباط مثلا، او تطلع من العوائق والمشكلة اللي انتوا فيها تخرجوا منها. فيها تردد هاي العلاقة، فيها خوف من قبلك يا برج الحوت. طيب خلينا اشوف لكم الابراج، عندنا برج العذراء وبرج الجدي. برج الاسد، الحوت، السرطان، الحوت كمان مره، والعقرب. برج كمان عندنا الاسد، قوس، الميزان، الدلو، الثور، فقط طاقات ناريه، هوائيه ومائيه. طلع اللي طلعوا برج الحوت اللي كرش، هلا هوائية، مائية، وترابية، كل الطاقة موجودة، كل الطاقة. طب خلينا نشوف الكرش يا برج الحوت، بس الشخص ده صادق في حبه لك يا برج الحوت، يعني ما تقلقش. طيب انت معروض عليك اكتر من عرض، وانت في وقت هلا اختيار وخيار، يعني عملك تختار وفي خيارات قدامك عديدة. انت شايف ان هذا الشخص مفتقدك، او انت شايفه انه شخص مثلا فقير، وحيد، طالع من ازمة. الشخص هذا في بداية جديدة له، في عمله، في شيء هو بدأ في بداية جديدة. طب شو مشاعر هذا الشخص ناحيتك يا كراش؟ نفس الشيء أنا تقولي. الشخص هذا حاسس إنه أنت شخص غدار، أو شخص أنت مش من السهل إنك تقبل في العلاقات، مش سهل، أنت شخص مش سهل، عنيد. طب هل مشاعره صادقة زي مشاعرك أو إحساسه؟ أوه.
هو حابك كده الشخص، منبهر فيك كمان. طب شنو بيا من ناحيتك؟ هو بده يتوازن معاك ويوصل لاتفاق معاك. الشخص ده بده يغريك او يعني يقدم لك عرض انت تنبسط منه، والشخص هذا شايفك انك انت عنيد ومارق في علاقات عدة، وانت يعني مش عارف، بس انه هو حاسك انك انت تختار يعني تنقاد، بتنقي تنقاد، وشايف انه لازم نوايا انه شايف انه لازم يقنعك، يكون عنده قدرة على الاقناع. انا شايف انه لانه معجب فيك جدا جدا هذا الشخص. طيب هل راح يعترف لك؟ كيف راح يعترف لك؟ راح يعترف لك ويفرجيك عروضاته. انت رافض هذا الشخص لانه شخص فقير او يتيم او مارق بعلاقة قبل هالمرة و خرج منها، وانت بتعرف هاي العلاقة، الشخص ده من محيطك، من محيطك. الشخص ده بده يعترف لك وبده يعرض عليك عرض الحب. احتمال يكون هو من برج العقرب او السرطان، الميزان والثور. طيب خلينا نشوف العمل يا برج الحوت، شو وضعك في العمل؟ تبقى انت عندك عروضات في العمل وبتفكر في العمل اللي يخرجك من أزمة، يمكن انت بتمر بأزمة مالية أو ضائقة مالية، وانت بتفكر في العروضات اللي تعرض عليك، وعندك اختيارات كثيرة، وانت بتحاول تقبل في العرض المناسب لك ليطلع من شعور الفقر أو الاحتياج. احتمال انت نعرض عليك عرض وانت شايف انه هو لا يقل عن العروض اللي عندك، أو هو قليل بالنسبة للعروض اللي عندك. طيب خلينا نشوف العمل. انت بتحاول تستقبل